بالحدث والقضية الأبرز التي كانت يوم أمس، وهي اعتقال يوسف عطال لاعب الدولية الجزائري في مدينة نيس الفرنسية من قبل الشرطة الفرنسية بعدما فتح المدعي العام تحقيقا أوليا اتهم فيه يوسف عطال بالتحريض على العنف وإثارة الكراهية والعنصرية عقب منشور سابق ومشهور تعرفونه جيدا تضامن من خلاله اللاعب مع الشعب الفلسطيني، ونشر مقطع للداعية الفلسطيني محمود حسنات قال فيه الله. ثم عاد بعد ذلك اللاعب واعتذر عن هذا المنشور وحذفه وقال بأنه لم يشاهد محتواه وإنما تقاسمه مع محبيه فقط. كنا نعتقد أن هذه القضية لن تأخذ هذه الأبعاد الخطيرة، ولكن الفأس وقع في الرأس وتم اعتقال يوسف عطال أمس في مدينة نيس الفرنسية، ودام الاعتقال 14 ساعة كاملة قبل أن يفرج أو تفرج عنه السلطات القضائية اليوم، لكن تم وضعه أيضا تحت الرقابة القضائية وسيتابع محاكمته خارج السجون الفرنسية. أمين، يعني في سيناريو صهيوني عنصري بغيض ومقيت وحقير يتم اعتقال لاعب دولي جزائري لمجرد أنه تضامن مع القضية الفلسطينية وتضامن مع إخوانه الفلسطينيين بحكم أنه مسلم وبحكم أنه جزائري وبحكم أنه من واجبه أن يتضامن مع إخوانه، في حين يترك يصلون ويجولون في القنوات الفرنسية ويحرضون على الأطفال والنساء في فلسطين ويتضامنون مع الصهاينة دون حسيب أو رقيب. يعني تحس بأن هناك كيل بمكيالين ولا توجد هناك حرية تعبير في فرنسا. أكيد لا توجد حرية تعبير في العالم ككل، خصوصا في الدول الغربية التي تدعي وتتغنى دائما بحرية التعبير والديمقراطية. ليس من الغريب أن يحدث هذا الأمر من الجانب الفرنسي، فالفرنسيون إن تركوا يوسف عطال وغيره من اللاعبين المسلمين ينشرون دعمهم للفلسطينيين ويحاولون أن يبرزوا الوحشية التي يمارسها على فلسطين ككل، فهم بذلك ربما يعترفون ضمنيا بوحشية استعمارهم أيضا للجزائر وللعديد من البلدان الأخرى. حتى الفرنسيون ارتكبوا مجازر لا تقل وحشية عن المجازر التي يرتكبها يوميا في قطاع غزة، لذلك ليس من مصلحتهم أن يندد اللاعبون وخصوصا المشهورون منهم الشخصيات المشهورة سواء رياضية أو في أي مجال آخر، ليس من مصلحتهم أن ينددوا بهذه المجازر، هذا أولا. ثانيا يوسف عطال رغم أنه اعتذر وحذف هذا المنشور إلا أنه تعرض لكل هذا الإذلال إن صح التعبير. هذا إذلال أن تعتقل لاعبا في المنتخب الوطني الجزائري وتجبره على المبيت في مركز الشرطة ثم تدفعه مباشرة نحو وكيل الجمهورية هناك في فرنسا، فهذا أمر مخزي، وكان لابد للجالية الجزائرية المقيمة هناك في فرنسا أن تتخذ بعض الخطوات، أن تدعم اللاعب ببعض التصرفات. أنا لو كان الأمر بيدي لأمرتهم أن يخرجوا إلى الشوارع لينددوا بهذا التعسف في حق يوسف عطال. يوسف عطال تقصد الجالية الجزائرية؟ الجالية الجزائرية نعم. يوسف عطال ليس مواطنا عاديا، هذا ليس تقليلا من شأن المواطنين العاديين. يوسف عطال يمثل الجزائر، يمثل المنتخب الوطني، يمثل الراية الوطنية، لذلك ما قامت به السلطات الفرنسية أعتبره مساسا بالدولة الجزائرية، أعتبره مساسا بالسيادة الجزائرية، لذلك كان لزاما على إخوتنا هناك من الجالية الجزائرية المقيمة في فرنسا أن يتخذوا موقفا إزاء هذا التعسف وهذا الظلم الذي تعرض له يوسف عطال، والذي أعتقد أنه بداية فقط لما سيعانيه
الجميع وليس اللاعبون فقط، كل الجالية الجزائرية، هناك من يدعم الفلسطينيين جهارا عبر مواقع التواصل الاجتماعي سيكون لهم مثل هذا المصير. هذه هي الرسالة التي أعتقد أن السلطات الفرنسية تريد أن تمررها عبر ما فعلته مع يوسف عطا. هذا هو السؤال الذي كنت أريد أن أوجهه إلى ميدو، ما فحوى الرسالة التي تريد السلطات الفرنسية توجيهها إلى الجزائر أو للمسلمين عامة من خلال هذا الاعتقال ميدو ثم عملية الإفراج؟ أعتقد أنه يريد وضع يوسف عطال يعني واجهة ويقول لهم فوالا شاك أنتيسيميت هو شي صرا له، يعني كل من هو ضد هو ما سيتعرض له، يعني محاكمات وغرامات وغيرها من الأمور. لكن أعتقد بأنهم في بهذا الأمر يزيدوا يكرهوا الناس أكثر في هذا القوم. لذلك أعتقد بأنه فرنسا أصبحت كالديل، تسير فقط في 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 ديل في ديل القوى الكبرى الأكبر منها التي تدعي حماية أوروبية ولا في البلدان الكبرى. نعم. حرية التعبير عندما لا تمس مصالحهم. اليوم لو كان يوسف عطال دار يوستوري دعم فيها لو كان اليوم في فرنسا راهو كما روا. لكن له أعتقد بأنها حتى فرصة للاعبين الآخرين مزدوجي الجنسية بين قوسين الجزائريين. كريم بنزيما ما حدث له في قضية فالبوينا، نعم، وما بيته في السجن وكل ما تعرض له بنزيما عندما يوصف بالعربي وكل شيء. نعم. يوسف عطال شكوك سيدي زيكزومبل بورفو. نعم. من أجل أن تختاروا بلادكم الأصلية لأنكم مهما فعلتم لن